هنا من القاهرة الساحرة العاسرة الجميلة. بقول لكم وحشتوني جدا جدا. بقول لكم كمان النهاردة بقدم مفاجأة للتاريخ. بس قبل ما أقدم المفاجأة عاوز أقدم العزاء للشعب اللبناني العظيم. امبارح كان في مسبحة مجزرة نووية انفجارات كبيرة في لبنان أدت إلى موت ناس كتير أوي أوي أوي. استشهادهم كلهم أبطال، كلهم عظماء، كلهم أبرياء على اختلاف أدياتهم ولهجاتهم وألوانهم. الشعب اللبناني دايما شعب عظيم، شعب كبير، شعب مكافح. اللي حصل ده جريمة بكل المقاييس تفعل عنها الحكومة اللبنانية. من هنا من عند الأهرامات، أهرامات الجيزة، أهرامات الفراعنة، أجدادنا أو التاريخ والمعجزات والتقدم العظيم، بقول لهم ربنا يرحمه. عاوز اقول بقى مفاجأة تاريخية بعلنها من هنا من المكان العريق العظيم ده، مكان اجدادنا جمال. انا استطعت ان اقدم واعمل حاجة عظيمة جدا جدا، ان اعمل ازرع 135 فدان نباتات. رغم ان في العالم، رغم ان في التاريخ، رغم ان في الكذبة والدجاجلة، قدرنا ان احنا نغزو وننجح ونزرع النباتات اللي بتعالج العقم والمبايض والتبويض والحمل والإرملات. نجحنا عشان نكسر الأسعار ونحطمها بجد. نجحنا ان احنا نريح الناس البسطاء. باختصار بعد ما كان تمن علاجهم $40,000 و$50,000 و$100,000 قدرت اوصلهم بان انا زرعت النباتات وكان الله انجح من نباتاتهم. كمان وصل العلاج بالكامل اللي كان ثمنه $35,000 و$40,000 وصل دلوقتي عندي دلوقتي $10,000 بس. قفزة مهولة، ربع الثمن بالظبط. ده علاج كل العلاج، الدورة والمبايض والتبويض والهرمونات والحمل والإنجاب. علاج الدورة الشهرية بس بقى $5,000، يعني 4,000 استرليني. فده في حد ذاته انجاز كبير جدا. انا عاوز اقول لكم ان احنا بننجح، ومن هنا من عند الاهرامات العظيمه بناكد نجاحنا. لكن المفاجاه التاريخيه لسه ما جاتش. المفاجاه التاريخيه اللي انا بعملها من يوم ربنا ما قال لادم انزل على سطح الارض وحواء وابليس، محدش عملها. حاجه هعملها انا لوحدي، مش حرام ومش جريمه ومش ضد القوانين ولا الاخلاق. حاجه تاريخيه عظيمه هتهز الدنيا كلها. قريبا انتظروني، هقدم لكم كل حاجه جميله، كل شيء رائع. بحييكم دايما.